السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة العلم الروحاني، كيف حالكم يا أحبابي في الله جميعا؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة جميعا بأمر الله تعالى. اليوم راح أتحدث معكم عن التواصل الروحاني وفتح البصيرة وكيفية التحدث مع روحانياتك وخدامك. أتمنى منكم جميعا أن تدمعون في القناة وفضل الله تعالى، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك في قناة العلم الروحاني ويشرفنا في قناتنا بفضل الله تعالى. وكما تعودنا الصلاة على الحبيب، اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعزه من كل سوء، اللهم فرد كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أتمنى منكم جميعا أن تسمعوا هذا الطريقة وتنفذوها بفضل الله تعالى، رح تندح معك بفضل الله تعالى وتتواصل مع أحبابك وروحانياتك أو خدامك الذي موجودة معك، وتبعد عنك هذا إن كان بينك بينه في شيطان مرتبط بينكم أو بينك وبين أحبابك وروحانياتك سد، فسوف راح ينزاح بفضل الله تعالى. وإن كان عندك شيطان معطل بينك وبين روحانياتك راح ينصرف عنك وتنقرب منك روحانياتك وتتواصل معها بأقرب وقت بفضل الله تعالى. فعليك هنا اتباع وتطبيق هذا الطريقة صحيحة كاملة بفضل الله تعالى، وراح تتواصل مع روحانياتك. تبدأ بفضل الله تعالى في يوم من الأيام بفضل الله تعالى بعد صلاة العشاء، تصلي ركعتين لله، ثم تجلس في غرفة منفردة وتشعل بخور رائحة طيبة. تصلي ركعتين لله وتشعل بخور رائحة طيبة بفضل الله تعالى، وتبدأ في الاستغفار 33 مرة. تبدأ في الاستغفار 33 مرة، وتذكر لا إله إلا الله 33 مرة. هنا الاستغفار 33 مرة ولا إله إلا الله 33 مرة، والصلاة على الحبيب المصطفى بأي صيغة بفضل الله، أي صيغة تصلي بها الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 33 مرة، وآية الكرسي 33 مرة بفضل الله تعالى، وآخر آيتين من سورة البقرة تقرأ 7 مرات، آخر آيتين من سورة البقرة 7 مرات بفضل الله تعالى، وأول 10 آيات من سورة الصفات 7 مرات، وأول 10 آيات من سورة البروج 7 مرات. فهنا عرفنا نقرأ الاستغفار 33 مرة، لا إله إلا الله 33 مرة، الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 33 مرة، آية الكرسي 33 مرة، آخر آيتين من سورة البقرة 7 مرات، أول 10 آيات من سورة الصفات 7 مرات، أول 10 آيات من سورة البروج 7 مرات. وتنشرع في قراءة هذا الآية: بسم الله الرحمن الرحيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه الآية تقرأ 313 مرة. هذه الآية تقرأ 313 مرة. فهنا نبدأ في هذه الآية: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تقرأ هذا الآية 313 مرة، وبعد قراءتها بعد قراءتها 313 مرة تقول: بنورك يا الله نور بصيرتي لكشف أمور عن عيوني غيبت، بنورك يا الله نور بصيرتي لكشف أمور عن عيوني غيبت، بدون عدد، بدون عدد. هنا بفضل الله تعالى راح تتواصل مع روحانياتك وتبعد عنك الشيطان إن كان في حادثا أو وتلدم وساوس وخبائس القرين عنك، لأن ممكن القرين يكون مانع بينك وبين تواصلك. سوف رح هذه أنا أعطيتك الأذكار
وآخر آيتين فيهم شفاء من سورة البقرة وأول 10 آيات من سورة الصفات. وأنا ليش عطيتك آخر آيتين من سورة البقرة؟ آية الكرسي وسورة البقرة هما شفاء بفضل الله تعالى وصرف وطرد جميع أي شيء. وآخر آيتين من سورة البقرة هما شفاء إن كان عندك أذى أو أي شيء فسوف رح ينفك عنك. وأعطيتك أول 10 آيات من سورة الصفات لماذا؟ إن أول 10 آيات فيهما حفظ وفيهما طرد للشياطين والجان، وإن الشياطين تنفر وتطير من سورة الصفات. فأنا هنا أعطيتك أول 10 آيات من سورة الصفات كي تصرف وتطرد العوارض المؤذية والعكيسات تنصرف عنك وتقرب لك الروحانيات. فهنا أنا أعطيتك أول 10 آيات من سورة الصفات كي تصرف وتطرد، وأول 10 آيات من سورة البروج هما صرف التسليط الذي عليك. أول 10 آيات من سورة البروج هنا طرد التسليط التي عليك الذي ممكن يكون مانع بينك وبين روحانيتك. فأنا هنا أعطيتك أول 10 آيات من سورة البروج كي بفضل الله تعالى إن كان في شيخا اشتغل عليك أو حجبك بين وبين روحانياتك أو فصلك بينهما أو عمل عليك تسليط، فهنا أول 10 آيات من سورة البروج سوف يبطل التسليط بفضل الله تعالى عنك، يبطل ويصرف العوارض المؤذية، وهي الآية التي تفتح بينك وبين روحانياتك وتتواصل مع أحبابك أو خدامك إن كانوا معك، بأن كنت تواصلت معهم من سابق وتم الفصل بينك وبينهم. فاعلم هنا إن في نقطتين، لإما في جن عاشق دخل أم سحرة، أم هنا إن كان في إما جن عاشق دخل عليك وتم فصلك بينك وبين روحانياتك، أو هنا ممكن يكون شيخ اشتغل عليك وفصلك بينك وبينهم، أو إن كان سحرا. فلا بد تركز في الاستغفار، تستغفر 33 مرة ولا إله إلا الله 33 مرة والصلاة على الحبيب 33 مرة وآية الكرسي 33 مرة وآخر آيتين من سورة البقرة 7 مرات وأول 10 آيات من سورة الصفات 7 مرات وأول 10 آيات من سورة البروج 7 مرات وهي الآية بسم الله الرحمن الرحيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 313 مرة وبعدها بعد 313 تقول بنورك يا الله نور بصيرتي لكشف أمور عن عيوني غيبت. هذا تقولها بدون عدد بإذن الله تعالى جل علاه. إن كانت روحانيتك معك وموجود ستتواصل معها من ثالث ليلة بفضل الله تعالى. وإن كان عندك سحرا وتعلم إن عندك مسا وعندك روحانيات فأكمل هنا سورة الصفات كاملة وسورة البروج كاملة. إن كان عندك مسا ومعك روحانيات فطبق هذا الطريقة بفضل الله تعالى، وبس أكمل سورة الصفات كاملة وسورة البروج كاملة. تزيد النقطتين سورة الصفات تكملها إلى آخرها وسورة البروج إلى آخرها، هذا 3 مرات وهذا 3 مرات. فهنا تقرأ سورة الصفات 3 مرات إن كان عندك مسا، إن كان عندك مسا فهنا تزيد تقرأ سورة الصفات 3 مرات وسورة البروج 3 مرات كي تخلص من المس وتنقرب، لأن لو تم عندك هذا المس فهنا تسلط عليك شيطان وسكن في جسدك، منع بينك وبين روحانياتك أو أحبابك، فهنا لن يتواصلوا معك أبدا، ممكن يكونوا يتواصلوا بإشارات ضعيفة، لكن أنت في قبل كنت تتواصل تواصل كامل، فحنا الآن تتواصل تواصل ضعيفا من المس، فتحول عليك مس عاشق، فهنا تصرف المس بفضل الله وتنكمل كاملا حاضرا كاملا مكتملا الروحانيات التي مكتسبها بفضل الله تعالى وتشتغل معك وتفتح لك البصيرة فتأتيك رؤيا. فهنا يا أخي أنا أعطيتك هذا إن ممكن لما لا تكون متحصن ف
فسوف في هذا النقطة الذي سوف أنت تقرأ فيها وتريد التواصل ممكن يأتيك الشيطان ويضحك عليك إنه هو روحانيتك. فهنا لابد من التحصين. فأنا أعطيتك آية الكرسي كي هي تحصين شديد، آية الكرسي كي تمنع عنك في هذه النقطة اللعب من الشيطان يلعب عليك ويقول لك. فأنا هنا دمعت هذا الآيات بفضل الله تعالى، آيات لفك السحر، وبفضل الله تعالى آخر آيتين في سورة البقرة فيهم شفاء كامل بفضل الله تعالى، والصفات والبروج للصرف، وفي لي بفضل الله تعالى المس. فهنا كي لا يقدر يلعب عليك في هذه الوقت، لأنك أنت في هذا الوقت الذي تقرأ فيه بالطوينية التواصل، فأنت هنا في ملعبهم، في ملعب، لأنك تريد تفتح العين الثالثة، لأنك تريد تفتح العين الثالثة، فهنا أنت في ملعبهم. فهنا أعلم أنك أنت في دائرة من عندهم، فهنا عليك أن تكون متحصنا جيد بفضل الله تعالى، فكي لا يعرف يتغلب عليك ولا يعرف يأذيك. فهنا إن قرأت، إن كان عندك علما فإن عندك مسا، فعليك بقراءة سورة الصفات كاملة 3 مرات بفضل الله تعالى، وقراءة سورة البروج كاملة 3 مرات. وإن كان لم يكن عندك سحرا أم مسا أم أذى بفضل الله تعالى ومعك روحانيات ولم تتواصل معه، فتواصل بهذه الطريقة. أقرأ سورة الصف أول 10 آيات من سورة الصفات 7 مرات، وأول 10 آيات من سورة البروج 7 مرات، وكما كنا الاستغفار 30، ولا إله إلا الله 30، وآية الكرسي 33، كل 33، وآخر آيتين من سورة البقرة 7 مرات، وأول 10 آيات من سورة الصفات 7 مرات، وأول 10 آيات من سورة البروج 7 مرات. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هي الآية التي تفتح بينك وبين روحانياتك بفضل الله تعالى، تفتح بينك وبين روحانياتك، وتدعي بهذا الدعاء: بنورك يا الله نور بصيرتي لكشف أمور عن عيوني غيبت. هنا بفضل الله تعالى من ثالث الليلة رح تأتيك إشارات، تأتيك رؤيات في المنام، رجل يحاكيك، يعطيك عهد بينك وبينه، يقول لك على اسمه، تأتيك زبزبة في الأذن اليمنى، تنميل في الأكتاف اليمنى، نزول ثقيل على الرأس، اللسان ينطق يتكلم. هنا يتنزل عليك روحانيتك على الصفة الذي هم يريدون التواصل بها معك، يقترون يتواصلوا بها معك. في أشخاص يفتحون له البصيرة، يرى بأعينه ولن يسمع، يكتبوا له كتابة ولن يسمع، وفي أشخاص أخرى يسمعون ولم يرون، وفي أشخاص أخرى يرون ويسمعون، وفي أشخاص أخرى يتكلمون في قلوبهم وفي عقلهم وفي على حسب ما يتواصلوا معك روحانيات. فهذا طريقة من الطرق يتواصلون معك بها بفضل الله تعالى من ثالث ليلة. في تطبيق هذا الطريقة بفضل الله تعالى من ثالث ليلة راح يتواصلوا معك روحانياتك بأمر الله تعالى. وأي استفسار أو أي شيء تريدوا أن تعرفوه اكتبوه في التعليقات، وسوف رح أرد عليكم بفضل الله تعالى. ما تنساش أخي الكريم وأختي الكريمة اللي لسه بيسمعنا وما اشتركش في قناة العلم الروحاني، فليشرفنا ويشترك في القناة ويدوس لايك ويشير الفيديو.